نبقى الآن مع كلمة راعي المؤتمر الأستاذ جمال الضاري المشرف العام على مؤسسة الضاري للتنمية والتطوير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني حضور هذا المؤتمر المهم ومشاركة هذه النخبة من المفكرين والأكاديميين والإعلاميين العراقيين والعرب، ما يعتبر من بين أخطر التحديات في عصرنا. إن الموضوع الذي يناقشه هذا المؤتمر يعتبر من أبرز إرهاصات الحاضر والمستقبل المنظور، هو موضوع يجمع بين محورين أساسيين في التأثير على الأحداث، هما الإعلام والتكنولوجيا. لقد شهد عالمنا خلال العقدين الماضيين تطورات تقنية خطيرة، وكان أبرزها يتعلق بالتقنيات الاتصالية. ولقد ظلت منطقتنا العربية للأسف مستورد ومستهلك لهذه التقنيات، في حين أن لدينا الكفاءات العلمية ما يمكن أن يسهم في جعلنا شركاء في التطوير. أن مهمة الارتقاء بالمؤسسات العلمية والبحثية تقع أولاً على عاتق الدولة، ولذلك فنحن ننظر بجدية بالغة للسياسات الحكومية المتعلقة بالبحث العلمي وخطوات نقل التكنولوجيا، ونعتقد أنها غير مناسبة على الإطلاق وفي أدنى مستوى لها قياساً لدول المنطقة. أنا هنا أتحدث عن العراق. لقد طالبنا في العديد من المناسبات بإجراءات حكومية فاعرة للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا وتحقيق تغيير ملموس في الواقع غير المقبول للتقنيات الاتصالية الحالية. ورغم المسؤوليات الجدية للدولة، إلا أن دور النخب الأكاديمية لا يقل أهمية وتأثيراً، فهذه النخب ومنها حضراتكم ينبغي أن تكون في حالة تواصل دائم مع المنتجات التقنية الدولية الحديثة ومع آخر ما توصل له المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، كي تكون قادرة على المواكبة والمشاركة الريادية في عملية نقل التكنولوجيا. إننا ننظر إلى مؤتمركم هذا كخطوة مهمة في مسيرة طويلة لتوسيع قاعدة الوعي بالابتكارات العالمية واتخاذ إجراءات ملموسة في طريق إعادة بناء المؤسسات في العراق. ونحن نتطلع إلى أن يخرج مؤتمركم هذا المبارك بنتائج مفيدة وفاعلة تخدم طموحاتنا جميعاً بنهضة وطنية في العراق وبقية بلداننا العربية. أشكر لكم وأرجو لكم التوفيق في أعمال مؤتمركم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.